سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. ومرحبا بكم في فيديو جديد، ومرحبا بكم في القناه ديالي اللي كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم والمحتوى اللي كنقدم لكم يعجبكم، واخا كيكون شويه معطل الفيديوهات كيكونوا شويه معطلين، ولكن والله الا مع الوقت وصافي. المهم انا الفيديو ديالي بديت لكم من الصباح، المهم ماشي الصباح بزاف، المهم 11 ديال النهار هادي اليوم ما شاء الله ديال السبت، معروضه لواحد العرس في العشيه عند عائله راجلي، داكشي علاش فقت شويه بكري، جمعت الدار حيت عليا الروينه. ودابا غادي ندوز باش غنوجد معكم واحد الماسك غنديرو لوجهي، صراحه واحد الماسك اللي زوين بزاف كيرطب. المهم هنا درت فيه كما كتشوفوا واحد طريف ديال البنان، طريف ديال واحد البنانه كتكون شويه طايبه، طريف هكا صغيور، زدت معاه واحد المعلقه ديال حليب بودره اولا ليدو، ومعلقه ديال العسل الحر. هنايا كنبدا كنخلط فيهم مزيان، كيما قلت لكم واحد الماسك لي زوين كيرطب البشره خصوصا في هذا الجو هذا. هلا كيبان لكم رزان حتى هي راه معاونه عليا كتصايب معايا. المهم كتشوفني بديت كنصور كتعرفني كتقول لي ماما فيديو صافي، وكتجي كتوقف حدايا كدير حتى هي واحد الكريسي صغيور باش تقاد هكا مع الطبله وكتبقى حدايا. المهم الماسك كيما شفتوا راه كيجي على هذا الشكل هذا، راه كيكون ما كيكونش جاري بزاف وما كيكونش ثاني عقد، كنديروه على البشره ديالنا. المهم قبل ما غادي نديرو غادي ندير واحد الكوماج، غادي ندير واحد الكوماج للوجه ديالي ويديا، المهم مع غادي ندير ان شاء الله المكياج، داكشي علاش خصنا نرطبوا البشره ديالنا باش الا درنا المكياج هكذا كيجي المكياج زوين. هنا الكوماج اللي كنشارك معكم ديما ديال القهوه وسكر سنيده وزيت الزيتون وشويه ديال القطرات ديال الفيتامين او، هذا ديما كيكون واجد عندي وصافي. ومن بعد غادي نغسلو وغادي ندير هذا الماسك هذا حتى هو غنخليه حتى ينشف، وديك الساعه غادي نغسلو ونرش هكا بشي موارد ولا شي حاجه صافي، وكتكون البشره زوينه. هنا بعد ما درت الماسك على وجهي غادي نخليه حتى ينشف ودست باش غنوجد الغداء. بالنسبه للغداء غندير بيتزا، غندير جوج ديال البيتزات متوسطين، وحده غنديرها بصدر ديال الدجاج وحده غنديرها بالطون. هنا عندي لاصوص، لاصوص هنا بعد ما شحرت الدجاج مع شويه ديال العطريه وزويته بلديه ولا زيت الزيتون، ديك الزويته صفيت من هذاك الدجاج هزيتو، وهي فاش درت هاد المطيشه هذه كتخلي كتكون فيها واحد البنه زوينه. بالنسبه المطيشه حتى هي من بعد ما درتها كما قلت لكم في ديك الزويته زدت على حتى العطريه ديالها كامله، البزار تحميره شويه ديال الثوم بودره، المهم العطريه كامله. هنا عندي البصله حتى هي قطعتها شرائح اللي كتكون رقيقه، بالنسبه للبصله اللي ما كنشحرهاش ولا شي حاجه، المهم راه دغيا كطيب كان غير نقطعوها تكون رقيقه. وعندي الطون هنا في هذه الوقيته هذه درت العجينه، كنت عجنتها خليتها حتى خمرات. هنا بالنسبه للعجينه كندير ديك العجينه اللي صراحه معتمده عندي ديال، كندير فيها معلقه ديال سنيده معلقه ديال الخميره، كندير عليهم شويه ديال الماء دافي وكندير عليهم واحد السلوفان وكنخليهم حتى كتبان لي ديك الخميره تفاعلات ودارت دوك يعني درت دوك النفخات هكذايا كتبان بلي راه تفاعلات وتنفخات صافي. ديك الساعه غنزيد عليها جوج معالق ديال زيت الزيتون وكنزيد الدقيق وشويه رشيشه ديال الملح وكنجمعها. بالنسبه للعجينه راه كتكون شويه بتلوقه صافي، تنخليها عاوتاني حتى كيضعف الحجم ديالها صافي. ديك الساعه كنكور منها، الى هنايا درت منها جوج ديال الكرات، هنا كيبان لكم بلي راه تنفخو راه كتبان كبيره هذيك راه تنفخات صافي. وكنقرصها صراحه زوينه كتجي بحال ديال اللي كناكلو على برا اللي كناخدوه في برا، كتجي مقربشه وزوينه صافي. هنايا غادي نقرصها، انا كتشوفوا راه حتى هي خدامه معايا حتى هي قالت لك دير الفرشيطه كتقبع حتى هي البيتزا صافي. دابا غادي نعمر البيتزا ديالي، غادي ندخلهم للفران، الفران اللي كيكون سخون من قبل غنطيب وحده بوحده، كان الفران خصو يكون سخون بزاف على يعني اعلى درجه ديالو، راه فهاد الوقيته هادي راه درت انا الفران كيسخن صافي. وغادي نعمر كما قلت لكم البيتزا ديالي وغادي ندخلهم يطيبوا.
هنايا من بعد ما تغدينا رجلي كان غادي للخدمه، قلت ليه دوز معايا رازا لدارها، ما غاديش نديها معايا. في الاول كنت بغيت نديها معايا ولكن خفتها تعيا ليا، راه انني مشيت مع الربعه، راه ما جيت حتى ل 10 ديال الليل. ما غاديش تصبر ليا داك الوقت كامل وهي غير جالسه. صافي داكشي اش قلت ندوزها ليهم تمايا تبقى عندهم. اصلا دابا نيت فاش كندير لكم المونتاج راه باقا عندهم، بات عندهم تما. صافي هنايا شاركت معكم شو غادي نلبس. بالنسبه للبس غادي نلبس جلابتي، العرس شويه هكايا لا فامي ولكن بعيده شويه، داك الشيء قلت نلبس جلابه وغنمشيو هكا شويه في الطريق، ما نقدرش نلبس القفطان والتب غاديه بيها هكذايا. صافي لبست غير جلابتي. هنا بالنسبه للماكياج درت هذا ليكرون ديالي، هي الاولى كنديرها ديال بيافين، زوينه بزاف باش عجبتني كاع انا بزاف، كترطب مرطبه زوينه. وهنايا درت فون دو تان ديال كابرينيت، هي زوينه كتغطي زوينه. درت ماسكارا ديال ايسانس ديال برانسيس، المهم كحل ديال بورجوا، درت ايلينار شويه ديال فاراجو هكذا. صافي هادشي اللي درت، المهم مكياج خفيف وصافي، والصاك ديالي شويه ديال بارفان شويه ديال لي اكسسوار. صافي هادشي اللي كان بالنسبه ولبست مع الجلابه، لبست مع بليغ هكا اللي كتجي المهم نفس اللون ديالها تقريبا. ما بغيتش نلبس الطالو حيت قلت لكم غنتمشاو شويه، داكشي علاش ما لبستش الطالون. صافي دابا غادي نلبس عليا ونتسنى بنت خالت راجلي تطرق لي هنايا في الدار. صافي ديك الساعه غادي نمشيو مجموعين. صافي ملي غادي نوصل تما غنشارك معكم شي لقطات بحال هكا. المهم الى هذا اشارك معكم لقطات ديال العرس كيفاش كيدوز، صراحه داز زوين، واحد العرس لي زوين وشحال هادي ما حضرتش لشي عرس داز زوين. شبعنا صراحه شطيح ورديح، ما راه جيت عيانه بزاف بزاف، جيت كاوت، جيت غير غسلت وجهي صافي وانا نطيح نعس. المهم دابا غنخليكم مع شي لقطات ديال العرس، كنتمنى انكم Let's go.
النوم هو يوم تسبعنو ولا يمشي مدى النوم